راوغوا ولم يحضروا في جنيف ومستمرون في مراوغاتهم في صنعاء. المدينة اليمنية هي اليوم الشاهد الأقوى على أحدث فصول الانتهاكات الحوثية الانقلابية، فبين أزقة المدينة وفي حاراتها يسعى الحوثيون للتحضير لورقة ابتزاز دولية. مصادر محلية تنقل وتؤكد التفاصيل وتقول إن الحوثيين يحاولون التشبث بقيادات حزب المؤتمر الشعبي التي كانت في السابق مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح في صنعاء، لاستخدامهم لاحقاً كورقة في المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة. بالترهيب والضغط يجبر الحوثيون هؤلاء على البقاء تحت الرقابة الشديدة خوفاً من انشقاقهم وفرارهم إلى صفوف الشرعية والتحالف. مخاوف وقلق في تصاعد في صفوف الحوثيين، خاصة بعد إطلاق التحالف دعوته لكل الراغبين من قيادات حزب المؤتمر والحرس الجمهوري السابق بالتواصل معهم لتسهيل خروجهم من تحت جناح الحوثي الانقلابي. تضييق الخناق على من تبقى في متناول سلطته هي الاستراتيجية المتخبطة التي يلجأ إليها الحوثي للمواجهة، لتزداد عمليات الرقابة والاعتقال بحق أي صوت يتجرأ على المعارضة. تخويف حوثي يفشل في إخماد نيران الغضب والاستياء، ومع المظاهرات النسائية التي خرجت قبل أيام إلى شوارع المدينة رفضاً لممارسات الحوثي وانتهاكاته سوى دليل آخر على أن السحر قد انقلب على الساحر، وأن الأوراق باتت مكشوفة للداخل قبل أن تكون للخارج. اعتقل الحوثيون العشرات من النساء حينها، ولكن الدوامة لن تتوقف على إيقاع التدهور الاقتصادي والمعيشي المستمر. فقبل النساء خرج الطلاب، وبعدهن سيخرج آخرون، تقول المؤشرات وتؤكد المصادر المحلية.